بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم مرة أخرى متابعي قناة مطبخ أمين وليد. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل ما ندور الوصفة ديالنا، كنبغي نشكر جميع الأخوات اللي سولوا عليا ودعوا لي بالشفاء، سواء في التعليقات في اليوتيوب أو لا في المواقع عبر صفحتي على الفيسبوك. فأنا سعيدة جدا لأن لكوني لدي صديقات مثلكم، فأنا أحبكم في الله، والله يعمر بي هو يجعلها مغفرة للذنوب. غادي ندوز طبيعة الحال. اليوم الوصفة ديالنا اللي هي عبارة على صابلي، غادي نشكلو منه مجموعة ديال الأشكال بعجينة واحدة سهلة وناجحة. فكنتمنى ينال إعجابكم الصابلي ديالنا اللي غنقترح عليكم اليوم. إلا عجبكم بحال ديما ديروا لايك فيديو، اشتركوا في القناة ديالي باش توصلوا بجديد الوصفات. فرجة ممتعة. بالنسبة للعجين فغادي نحتاجو على بركة الله 250 غرام ديال الزبدة. أنا استعملت هنايا الزبدة ديال العبر. يمكن إلا درتو زبدة مانغارين فتنصحكم أنكم ديرو تضيفوا واحد نص كاس ديال الزيت صغير. يعني الا درتو المارغرين، يعني كنعرفوا هذيك المارغرين، اما نديرو نوع مارغرين نوع ممتاز، الا ما كانش فتنديرو 250 غرام ديال المارغرين ونضيفوا واحد نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الزيت صغير. انا نستعمل الزبده ديال العبار لانها تجي رائعه جدا في الصابلي وحسن من المارغرين. عندنا هنايا جوج حبات ثلاث حبات ديال البيض. غادي نحتاجو فقط جوج حبات كاملين ديال البيض، ونحتاجو صفر ديال البيضه، يعني بياض بيضه غادي نحيدوه من ثلاثه البيضات. هذا عندنا هنايا كاس ديال السكر ثقيل ولا سكر كلاسي. عندي هنا كاس ديال اللوز مطحون او لا كاوكاو او لا كوك، يعني اللي موجود عندكم، ولا زنجلان، يعني اللي موجود عندكم اما الكوك او كاوكاو كيف ما قلنا، او لا لوز او لا زنجلان، يعني اللي موجود عندنا. كاس نطحنوه. بالنسبه للكوك ما فيها باس نحمروه حتى هو ونطحنوه، نحمروه شويه في المقله ونطحنوه، وكذلك الزنجلان نسخنوه شويه في المقله ونطحنوه. بالنسبه للوز وكاوكاو فما تيتحمروا عاد كيطحنوا بالقشور ديالهم. عندي هنا جوج معالق كبار ديال مايزينا اولا النشا، جوج معالق كبار تاع مايزينا اولا النشا. عندي هنا شويه ديال خميره الحلوه، يعني واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلوه اولا البيكنج باودر. عندي واحد رشيشه ديال الملحه، قبيصه الملح. عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال الفاني، يمكن لكم ديروا سكر فاني، يعني صاشيه ديال السكر فاني. بالنسبه للتنسيم فتيبقى كل يعني انا هذه لاباز ديال، يعني هذه هي القاعده ديال الصابلي، فكتبقى تنسيم على حسب الاختيار. اما تنديروه اما بالروح الكراميل او القهوه او يعني اللي بغينا نسمو باش ما بغينا. وطبيعة الحال عندي هنا واحد 500 600 غرام ديال الدقيق. لا طبيعة الحال الدقيق خاص بالحلويات. ندوز على بركة الله لطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة فتناخدو واحد الإناء بحال هكا ولا قصعة ولا قصرية كيف ما يعني فاش كتخدمو. هنايا درت الزبدة كيف ما قلنا، عندنا 250 غرام ديال الزبدة. بعض الأخوات كيقولوا علاش كتبقاي تعاودو المقادير، وليني أنا فقط باش الأخوات يكونوا على بال وصافي يعني انا دي في طبيعه. المهم انا عندي هنايا غادي نخلط الزبده مع السكر. بسم الله نحاول نمزجو السكر مع الزبده، يعني تنحاول نشكلو على شكل بوماد. وديما الزبده تكون كما قلنا بحراره الغرفه. الا استعملنا المارغرين العاديه، يعني ديك ديال 5 دراهم ولا ما نعرف 6 دراهم، فما فيها اباس اننا نزيدو واحد نص كاس ديال الزيت. ويستحسن تكون، انا تعجبني الزبده في الصابلي هكا الزبده العبار كتكون حسن من الزبده العاديه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، من بعد ما خلطت السكر الثقيل مع، يمكن لكم ديروا السكر سنيده، يعني من بعد ما سكر ما خلطنا السكر ديال السكر ديالنا مع الزبده، غادي نضيف على بركه الله هنايا البيض كيف ما قلنا. غادي نديروا جوج بيضات كاملين ونديروا صفر بيضه، يعني جوج بيضات كاملين وصفر بيضه. نحاول نخلط هاد المكونات هادي مع بعض. هنا من بعد ما خلطنا البيض مع الزبده والسكر، غادي نضيف على بركه الله اللوز اللي عندي كما قلنا. يمكن لكم ديروا كاوكاو اولا زنجلان اولا اللي يعني اللي موجود. نضيف هنايا النشا، غادي نضيف واحد القبيصه ديال خميره الحلوه، يعني نص باكيه تقريبا. انا استعملت نص باكيه تاع 8 غرام. هنا غادي نضيف من بعد ما خلط
النشا مع اللوز، غادي نضيف على بركه الله واحد شويه ديال الفاني، واحد معلقه صغيره ديال الفاني. يمكن لكم تعوضوها واحد القبيصه ديال الملح، يمكن لكم تعوضوها بصاشي ديال الفاني، ولا تنسمو على حسب الرغبه ديالكم. بسم الله. دابا هنا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. غادي تاخد لينا تقريبا واحد 500-600 غرام ديال الدقيق. هنا كيف ما قلنا غادي نضيفو الدقيق بالتدريج، يعني بشويه بشويه. العجينه خاصها تكون لينه، يعني مقاسحه مرطبه بين وبين. تعرفوا العجين ديال الصابلي خاصو يكون بين وبين مقاسح، ما جاري. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، انا جمعت العجين ديالي، خدات لي تقريبا واحد 600 غرام ديال الدقيق. دابا غادي نبدا على بركه الله، غادي ندخلوها للثلاجه نغطيوها، ندورو على واحد الكم مرموطي ولا بلاستيك غذائي، وغادي ندخلوها للثلاجه واحد ساعتين اولا ثلاث سوايع ديال المكانه، نخليوها ترتاح على خاطرها عاد غادي نخدمو بها. هنا كيف ما قلت لكم غادي نغطيها، ندخلها للثلاجه واحد ساعتين في المكانه اولا ثلاث سوايع صافي، وغادي نخدمو بها. ندوزو على بركه الله باش نوريو المقادير اللي غادي نحتاجو للتزيين. هنا كتشوفوا معايا من بعد ما ارتاح العجين في كيف ما قلنا مده ساعتين اولا ثلاث سوايع، فانا حاولت نسرحهم بين جوج بلاستيكات اولا فيلم المونتير. هنايا انا استعملت الفيلم المونتير، سرحته بين جوج بلاستيكات، ما نرقوش العجين بزاف. انا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا قلت لكم سرحت العجين، وغادي نستعمل اشكال مختلفه ديال المراشم ولا الطوابع، يعني اللي عندنا نستعملوا اللي عندنا. انا هنا غادي نستعمل هاد الاشكال هادو، ويمكن لكم تستعملوا الاشكال اللي بغيتوا، فقط كتبقى كفكره، يعني اللي المرشم اللي موجود عندنا نخدموا به. نبداو باول حاجه، نبداو بهذا على بركه الله. كيف ما غتشوفوا معايا نحاولوا نقطعوا العجين ديالنا، انا خديت غير كره من العجين سرحتها، يعني الكره خديت العجين قسمتها لثلاثه كرات، وغادي نبقى نخدم يعني غير بكره بكره، والكره الاخرى يعني كناخذ كره من الثلاجه نخدم بها، ونرجع نخلي الباقي في الثلاجه، نخليو الباقي العجين في الثلاجه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنعرفوا ان الصابلي ما تياخذش الوقت بزاف في الطياب، يعني ندخلوه للفران وردو معاه البال واحد 10 دقائق تقريبا، يعني الا كثر 15 دقيقه. الصابلي كما كتعرفوا انه ما تيحمرش، غير يعني غير تيبان لنا اللون ديالو صافي بدا تيشد، تنخرجوه وما نحيدوهش ديك الساعات من اللاطه ديال الفران، نخليوه حتى وكان يبرد عاد نزولوه، لان كتعرفوا انه معجون بالزبده كيكون هشيش. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، فانا حاولت انني نجمع جميع الاشكال في هذه اللاطه، غير في هذه الصينيه هذه، غير باش نبين لكم الاشكال اللي درت. فانا كيف ما قلت قطعت العجين ديالي بالمراشم اللي وريتكم، دابا غادي ندخلهم للفرن لمده 10-15 دقيقه اقصى حاجه، يعني انا كنعرفوا ان اقصى مده، لان كنعرفوا الصابلي ما تياخذش الوقت بزاف في الطياب، وما خاصوش يحمر، يعني غير يبيض لينا اللون ديالو، يعني شويه يشد فراسو صافي، ونخرجوه مده 10 كيف ما قلنا حتى 15 دقيقه على عافيه مهيله. بالنسبه للتزيين، باش غادي نزينو هاد الصابلي هذا، فنحتاج على بركه الله واحد شويه ديال اللوزيفيلي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا مهرمش، عندي هنايا شويه ديال الكوك اولا جوج الهند، عندي هنايا شويه ديال الشكلاط فيرميسيل شعريه بحال هكا، الشكلاط هذا فيرميسيل، عندي شويه تاع الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته، عندي هنايا شويه ديال الحليب مركز المحلى اللي رديته على شكل كراميل، انا ما طيبتوش بزاف لان استعملت غير المنزلي صيبته غير في الدار، ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه. وهنايا عندي واحد جوج معالق ديال لا كونفيتور المربى اللي ذوب اللي سخنتهم شويه مع واحد المعلقه اولا جوج ديال الجليكوز، الا ما كانش عندنا الجليكوز فكنعوضوه بمعلقه ديال السكر الثقيل اولا جوج معالق ديال السكر الثقيل، تنحاولوا نسخنوهم مع الكونفيتور غير باش يبقى عندنا اللمعان وما يسيحش لينا. ندوزو على على فكره غادي نحتاجو هاد بابي ترونسفير ديال الشكلاط، هادو كيتواجدوا دابا تتباعوا بشي 12 درهم تقريبا، وهما موجودين في المحلات التجاريه ما عند صحاب الحلوى، مالين الحلوى راهم دابا متوفرين فيهم الاشكال والانواع، يعني
يعني موجود هنا غادي نذوب شويه تاع الشوكولاته في ماري. هنا غادي نستعمل الشوكولاته الابيض وهنا غادي نستعمل الشوكولا الاسود باش غادي نزين لي صابلي ديالي. غادي تشوفوا معايا الطريقه. من بعد ما خرجنا الصابلي ديالنا من الفرن كيف ما كتشوفوا فحنا شكلنا اشكال مختلفه. دابا غادي نحاولوا على بركه الله اننا نبداو على بركه الله بالتزيين. بالنسبه لهادو اللي شكلتهم على شكل اقراص كيف ما كتشوفوا فحنا غادي ناخذوا شويه ديال لا كونفيتور ولا المربى. غادي نحاول ندوزهم في شويه ديال المربى يعني غير نحاول نلصقهم بشويه ديال المربى ولا نسلي يعني لي ولا الحليب المركز المحلى اللي عندنا. غادي نحاول كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاول نلصق وحده على وحده. تناخذوا شويه ديال الشكلاط اللي ذوبناه في حمام مريم. هنايا عندي الشكلاط اسود ذوبناه في حمام مريم كيف ما كتشوفوا معايا نوزعوا على السطح غير بشويه. غنحاول دابا ناخذ واحد عندي شويه ديال الشكلاط ابيض حتى هو اللي ذوبته شويه في حمام مريم مع الطافو. بالنسبه للاخوات اللي كيتشكاو من الحمام لان الشكلاط الابيض كيكل ليهم فهو الشكلاط الابيض عكس شويه كيبغي الزيت على الشكلاط الاسود. يعني نحاولوا اننا نكثروا شويه الكميه ديال الزيت بحال دابا الشكلاط الاسود كياخذ معلقه ديال الزيت فالشكلاط الابيض نحاولوا نديروا ليه واحد جوج معالق ديال الزيت باش ما هذا ما يديرش لينا ما يقصحش لينا. دابا غادي نحاولوا على بركه الله كيف ما كتشوفوا معايا نوضعوا ندوروا هكا على شكل دائري باش يعطينا شكل رخامه هكا يعني بشكل عشوائي. وغادي نحاول على بركه الله دابا انني ندوز هاد الجوانب هادو في شويه ديال الكوك غير بشويه كيبقى هذا سميتو على حسب الاختيار. ديروا الكوك ديروا الشوكولاتة فيرميسيل ديروا اللوز يعني اللي متوفر عندنا واللي موجود كيف ما قلنا كتبقى على حسب الرغبه. ونحاولوا غير بشويه باش ما يخشش تخسرش لينا الشكل ديال الرخامه ديالنا. صافي تنوضعوهم تنستفهم في البلاطو ديالنا غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحطو هنايا حتى وكان يشد قبط الشوكولاط على خاطرو. صافي وغادي نكمل البقيه ديال تزيين باقي الصابلي اللي عندي. لي صابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما وجدوا فانا زينتهم بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الشكل هذا فهو درت شويه تاع الفيوتين هنايا انا ما بينتش المقادير ولاني بدات الا كانت متوفر لما كانت ما كانش متوفر بلاص فدهنت شويه الوجه بالمربى درت شويه تاع الفيوتين. وهنايا درت دوك لي بابيون لي كنا صايبنا باش بالشوكولاتة درت البابي ترانسفير يعني صايبنا بهم هاد لي بابيون هادو هاد وهاد لي سيرك كيما كتشوفوا حتى هما درت ليهم شويه ديال الحليب مركز المحلى ودرت هكا لصقتهم بهم ودرنا في الجناب الفيرميسيل. وبالنسبه لهادو فانا لصقتهم بلا كونفيتور ودرنا لهم شويه ديال هكا اللوزي فيلي بحال ولا مهرمش. صافي وهادو راهم فيهم الحليب مركز المحلى وزوقناهم حتى هما بكاوكاو وهادو راه وريتكم الطريقه ديالهم. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون تنال اعجابكم. الى عجبتكم ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا بجديد الوصفات. الى حلقه مقبله بحول الله دمتم في رعايه الله وحفظه.